يا نهار ازرق، انت طايق الدخان ده كله ازاي؟ جبت السجاير؟ حرام عليكي نفسك، ده انت حريقة سجاير. انت بتكلمني كده؟ انت مال اهلك اصلا؟ هتربيني على اخر الزمن؟ انا اسف. السجاير ايه والاكل اهو؟ قلت لك ما بعرفش اتزفت اطفح من غير واين. سالت الباشا قال لي خمره لا. اصله بروح امه ما بيقومش من على السجاده، اتصلي بيه. ما ينفعش اتصل بيه في اي وقت. ما تهريش كتير، اتصلي بيه عشان عايزاه في موضوع مهم. انا هنا موجود، واللي انت عايزاه انا هحققهولك. فين موبايلي؟ صفرناه. نعم؟ هو كان لازم يسافر عشان انت تبقي فعلا سافرتي. ونادين باشا بعته في شنطه حد تبعه مسافر. بس ما تخافيش، في اوامر بتقول ان محدش يرد على الموبايل. لا تلاقي في اوامر بتقول اني رد كمان على مسجات بنتي وخزاري ابن ال. تصدق انا معرفش اسم امه؟ بقول لك ايه، انا عايز اخد شاور. ها؟ استحمى يعني، مالك؟ وماله، تحت امرك. هو انا بقى هستحمى في الحمام المعفن بتاعكوا ده؟ هو ده المتاح، والامر اللي عندي ان انت ما ينفعش تتنقلي من هنا. الشنطة اللي كانت في العربية، اوعى تقول لي سافرت هي كمان. لا ازاي هتسافر لوحدها يعني؟ الشنط موجودة. الشنطة ايه؟ عايزة بقية الشنط. ما تبصليش كده، عايزة أغير هدومي. وماله؟ دي حاجة بسيطة. أجيب لك الشنط وتطلعي منها اللي أنت عايزاه. وعايزة شاور جل وشامبو. 10 دقايق وكل حاجة هتكون عندك. استنى، ما عندكش أي إزازة واين هنا؟ أو حتى فودكا؟ مش هقوله. سيبيني أفكر. لا ما تفكرش، راحتها وما تقلقش. عايزة اقول لك ثانك يو. على ايه بقى؟ اللي على ايه؟ كفايه انك بتسمعني. ده انا قربت اروح لدكتور نفساني بس عشان الاقي حد اتكلم معاه. خلاص اعتبريني دكتور نفساني واتكلمي براحتك. طب وانت ذنبك ايه؟ بينا عقد بقى وعايزه يكمل، مش كل شويه تقولي رايحه امريكا، رايحه معرفش فين. بس انا فعلا كنت عايزه اسافر. انت مش متخيل المود اللي انا كنت فيه، كنت مخنوقه ومحتاجه اتكلم، بس كلامي معاك طلعني من المود اللي انا كنت فيه. ودي حاجه تبسطني أو. مشكلتي ان انا عمري ما اخترت، دايما في حد هو اللي بيختار، عشان هو اللي بيفهم واكبر مني، هو اللي بيحب مصلحتي وبيحبني. كل اللي مطلوب مني ان انا اسمع واقول حاضر. ده باباكي؟ لا، ماما الله يرحمها كان كل همها ان انا ابقى احسن من مريم، عشان هي اللي فضلت هنا مع بابا وانا اللي سافرت معاها بعد ما انفصل. انت عايزه تقعدي هنا طبعا، لما قلت لهمش ليه؟ عشان كان عندي 4 سنين بس ساعتها، مش قلت لك عمري ما عرفت أقرر من أول اسمي لحد ما رجعنا مصر من أمريكا. والمرة الوحيدة اللي قررت أختار فيها فشلت. مسموش فشل، مش كل واحد اتجوز وانفصل يبقى فشل، وإلا أنا كمان أبقى فشل. بس أنا اللي أعرفه إنك رجعت لمراتك. مش مظبوط، مش مظبوط وحياتي.
معلومات غير صحيحة. الحكاية ابتدت بدكتور سنان وموظفة في السفارة اللبنانية هنا في مصر. سنتها وجعتها وراحت للدكتور، وبعد كام مقابلة راحوا عند المأذون. قصدك الشهر العقاري لأنها مش مصرية؟ ما أنا ساعتها ما كنتش لسه اتولدت عشان أعرف التفاصيل دي. المهم إن أمي اتجوزوا. وجابوا توينز، ملك ومريم. وبعد فترة ماما جالها ترقية بس في أمريكا. طبعا الدكتور ما ينفعش يسيب العياده ويسافر. ومشاكل بقى وحوارات وخناق انتهت بالطلاق. وباغرب اتفاق ممكن تسمع عنه، هو اخذ بنت وهي اخذت البنت التانيه. يتقابلوا بقى في الاجازات. ما تفهمش على ايه كل واحد فيهم اختار البنت اللي هتعيش معاه. يمكن عملوا قرعه، يمكن اختي عشان شقيه شويه ماما سابتها وخدتني انا، ما اعرفش. كل اللي عرفه اني فجأة لقيت نفسي بعيدة عن مريم. واللي فاكراه كويس قوي وعمري ما هنساه دموعنا واحنا بنسلم على بعض قبل ما اسيبها واسافر مع ماما. وبعد سفرنا بقى دخلنا في دوامة انك لازم تكوني الأحسن. ماما كان جواها تحدي انها تثبت لبابا بأي شكل انه هيفشل من غيرها، وانه كان غلطان لما سافرش معاها وطلقها، وانه طبعا مستحيل هيعرف يربي مريم زي ما هي هتربيني. والتحدي ده جه فوق دماغي، بقت عامله زي عروسه الماريونات اللي بيمشوها بخيط وما تعرفش تقول لا. البسي ده حاضر، كلي ده حاضر، اتعلمي ده حاضر، العربي بتاعك لازم يكون احسن من مريم حاضر، ما ينفعش مريم تتريق عليكي عشان ما بتعرفيش تنطقي مصري صح حاضر، وعتولي ان انا اتجوزت لما تروحي مصر حاضر، وعتولي اني خلفت حاضر يا ماما. فضلت اقول حاضر حاضر لغايه ما في الاخر اتخنقت وقلت خلاص انا لازم اختار. بعد كل ده هو انت كنت عايشه في امريكا ولا في اسيوط؟ والله هو ده اللي حصل، امريكا بس مع ام غريبه. يا بنتي متاكده ان مامتك مش من اسيوط؟ سكري خشمك يا بني. أنا أصيل بتاع لبنان بقى. كنت بخلص ورقة في القنصلية في نيويورك، وهناك قابلت حازم بالصدفة. عرفنا ببعض وكلمنا، وبعد تقريبا شهر كنا متجوزين. حب عنيف. يا ريت. هو إنسان محترم، وقلت ممكن يحتويني في الغربة ويعوضني الفراغ اللي سابه بابا في حياتي، عشان كده ما شفتش فرق السن اللي بيننا. لكن حب لا، ما اعتقدش. كنت بسمع من أختي مريم عن قصة الحب اللي هي عايشاها، كنت بحس إني غيرانة منها. يعني إمتى أحب زي البنات أنا كمان؟ دورت على الإحساس ده كتير بس ما لقيتوش. وجوازي من حازم كنت فاكرة إن أنا عايشة حالة حب، بس لا، مش هو ده الإحساس اللي كنت بدور عليه. طب اتجوزتي ليه؟ عند مش بقولك قررت أختار. بعد فترة من جوازنا حسيت أنا في حاجة غلط. قعدت أقول إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ إيه اللي يجبرني أعيش مع واحد ما بحبوش؟ قررت أواجهه، بس في اليوم ده اكتشفت إن أنا حامل ببنتي رنا. قلت حرام، إيه ذنب البيبي اللي في بطني ينزل ما يلاقيش أب؟ ربيع، ما كنتش عايزة أكرر الحكاية اللي حصلت معايا. كفاية حرمان. وعدى 4 سنين استحملت، وبعد ماما ما توفت وهو أخذ الدكتوراه قررنا نرجع تاني على مصر. وفي اللحظة اللي دخلت فيها المطار قلت أنا لازم أبدأ حياتي من جديد، هرمي كل حاجة ورا ظهري. إيه ده؟
معقولة الصدفة الحلوة؟ أهلاً. ازيك يا هشام؟ عاش من شافك. ازيك يا نبيل؟ ازيك يا حبيبي؟ أخبارك إيه؟ أنت فين؟ أنا هنا أخويا. أروح فين؟ أنت اللي على طول مسافر وعمالين بنسمع في صفقات وأخبار. بقول لك إيه؟ مش ناوي تبيع لي المزرعة بقى اللي كلمتك عنها مليون مرة قبل كده؟ مزرعة إيه؟ كل واحد فيكم يقابلني يقول لي المزرعة؟ بعينيكم المزرعة دي. خليني أعرفك، ملك الجرحي بتعمل لنا كل إعلاناتنا دلوقتي. هشام بيه ثابت واحد من أغنى أغنياء العالم. ما تبالغش قوي كده يا لطيف. أبالغ إيه وأنا اللي بقول؟ ما فوربس فاتحاها كل سنة. يا سيدي يعني هي المجلة دي بتسيب حد في حاله أبدا؟ ثانية واحدة. اقعد يا هشام اقعد. اقعد يا راجل، راجع على طول. ألو. انتي عارفة يا ملك هانم؟ انتي نسخة طبق الأصل من واحدة كنت بحبها زمان. اسمها ايه؟ هي اسمها وفاء. بس الحقيقة هي أبعد ما يمكن عن الوفاء. أول ما عرفت بيها كانت عايزة تعمل مشروع. كانت بتتكلم في مليون، 2 مليون جنيه. اديتها مليون دولار وبعديها اختفت. بس متهيألي واحد زي حضرتك ممكن يعرف مكانها فين. سهل أوي. بس زي ما تقولي كده أنا اللي مش عايز. أنا اللي بيبيعني ببيعه على طول يا ملك هانم. وعلى فكرة هي مش أول واحدة تعمل معايا كده. أنا ياما عملت أكتر من كده بكتير مع ناس تانية غيرها، ودايما كانوا في الآخر بيختفوا. أنت عارفة؟ أنا مرة اتجوزت واحدة لمدة أسبوع. خدت مني حوالي 10 مليون جنيه، وبعديها راحت اتجوزت واحد تاني. ملك مبسوط قوي وأنت بتقولها. عادي. أنا حظي وحش دايما مع الستات. وبالذات الحلوين قوي اللي زي حضرتك كده. أنا عايز أسيب لك الكارت بتاعي. يا ريت أسمع صوتك في أي وقت، وأكون سعيد أوي لو قدرنا نعمل بيزنس مع بعض في يوم من الأيام. أنا نديم. رايح فين؟ عندي 100 مشوار. لا تتعشى معايا. لا لا مش هقدر. يا راجل ما يصحش. والله ما عندي وقت، معلش مرة تانية. طيب. أشوفك على خير. إن شاء الله. لازم تعمل قريب. هنعمل كده. فرصة سعيدة يا هان. باي باي. باي. Good to see you. Same here. صاحبك من زمان؟ لا.